وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية بجهود كبيرة لتأمين الأغذية للمصريين في جميع أنحاء الجمهورية من خلال مفتشي ومراقبي الأغذية بالأسواق والمحال التجارية. فخلال عام 2017 تم إعدام 135 طنا و 136 كيلوغرام أغذية متنوعة مختلفة غير صالحة للاستهلاك، والتخلص من 20,589 لتر مياه معبأة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والمرور على 25,302 من الباعة الجائلين في الأسواق، وتحرير 6,701 محضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتقوم الإدارة بإعداد مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء وفتح ملفات لأهم المشاكل الخاصة بموضوعات الأغذية بمصر والخارج وما يتم بشأنها من حلول وآراء علمية. وتشترك الإدارة مع لجان المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأجهزة بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي بالإشراف الفني والتوجيهي على مديريات الصحة ووحداتها المحلية والجمركية. وتقوم الإدارة بإعداد التقارير السنوية لأعمال مراقبة الأغذية المتداولة محليا من خلال التقارير الموحدة التي ترسلها المديريات من مختلف المحافظات عن نشاط وحداتها في مجال مراقبة الأغذية. ووفقا لما قالته الدكتورة ميسة حمزة رئيس الإدارة العامة لمراقبة الأغذية أنه حرصا من الوزارة على الصحة العامة للمواطنين، يتم المرور على الباعة الجائلين وذلك للتأكد من حملهم للشهادات الصحية والتي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. إسراء سعد، الحياة اليوم.